السهرة بأولها. السهرة بأولها وأكيد معاكم نكملها. معانا اليوم مع احنا منطلقين اليوم في السواليف تحت الهواء وعلى الهواء وكل شيء حتى في الكنترول خلف الكنترول. انا بشكل كنا على الهواء طلع على الهواء صرنا على الهواء. ليش ما حكيتوا لي طيب؟ انا بحكي على الاغنيه. احنا ما نقدر نتكلم لان الهواء بدا. اوكي خلاص. لكن شوفي خلاص اذا ولعت اللمبه يعني دائما في هالمواقف بتصير يا ربي دائما. واول مقطع لك في الكيك هذا هو الموقف حقك دائما هيك بنحط مواقف بايخة. طيب خلينا بس نشوف الزميل فيصل لأنه قطع سواليفنا عشان بيقول خبر قبل شوي. طبعا أتكلم كزي الأخبار. يلا خلينا نجرب يلا صوتك. ورينا نعمل لك تقييم. ما أعرف طبعا. يلا يلا يلا. خبر عاجل. بريطانيا يفشل سكر التلفزيون يا جماعة. الراديو. الراديو. طبعا مع خبرنا بريطانيا يفشل 107 مرات في امتحان السياقة. يعني فوق ما هو فاشل دافع 3317 جنيه استرنيلي. والله هذا اللي خبر عاجل عن جد يعني 107 مرات يا ساتر. طبعا أشارت صحيفة ديلي ميل البريطانية إلى أن شاب بريطاني أنيق جميل دفع 3317 جنيه استرنيلي استرنيلي استرلينيا. تعجبيني يا علا شفتي ما تقعد تعيب تمشي معي صح. ايوه. على فحص القيادة طبعا الرجال فشل 107 مرات ولا زال يكافح عشان ياخذ الرخصة مع ان هذا المبلغ اتوقع يجيب سيارة صح ولا لا؟ طبعا 3317 جنيه يعني اقساط سيارة على على 107 مرات بجيبه مني صغيرة. طبعا اراكم اعزائي المستمعين وراك انت يا علا وغاده ايش رايك انت اولا علا بالناس يعني انت لو فشلتي 10 مرات حتكملين تختبرين اذا مؤمنه فيه. اذا مؤمنه بالشيء اللي انا بدي اياه وحاسه اني انا بستحقه اكيد. بعدين احنا شعارنا نرى الامل في كل مكان. اي صح. طبعا يشوف الامل يا رجال. طيب انت اخذت رخصه القياده بعد اول اختبار ولا بالاردن؟ اخذتها بعد ثاني مره. في الامارات رحت واثقه من نفسي مره يعني رايحه خلاص يعني انا باخذ الرخصه ومجهزه نفسي. رسبت وجلست ابكي يعني وقتها اجى شخص كان يسوق السيكل وهو اللي غلط عليه مش علي. بس بالنهايه يعني رسبت. ثاني مرة لما كلموني أروح أسوي الامتحان رحت مبهدلة هيك لابسة ترينينج قلت أكيد برسب خلاص يعني. فقالت لي أنت نجحتي. قلت لها نجحت. جلست أبكي وطلعت كأني ماخذة يعني. شوفي أنا بقول لك شغلة المادة أنا دخلت على طفل اختبارات الشغلة بتعملي لها حساب أحيانا ما بتعطيك النتيجة اللي أنت حبتها. سبحان الله. الشغلة اللي بتروحي على حالك يعني خلاص بيعتها وزي ما بيقولوا تجيكي على طول. والله سبحان الله. فإحنا نسمع بردين شو رايكم؟ هاي إهداء إلي طبعا. إهداء طبعا إهداء لك منا ومن ضيف كمان. يلا زعلانة
نسوانا وش سوينا زعلانا لبنية أم خدود مجمرة ووردية ما لنا غير هواها غيا والخوف الخوف تكون حبة سوانا زعلانا وش قلنا ليه شفتوه بمرابيع ومحنيين ورصا صابيع وحبيبي والله ما بيع ولا اعطوني كنوزك يا سليمانا شفتوه بمرابيع ومحنيين ورصا صابيع وحبيبي والله ما بيع ولا اعطوني كنوزك يا سليمانا السهرة بأولها معكم مستمعينا ولو أنها الدقائق الأخيرة معنا في البرنامج الوقت اليوم مضى سريعا فيصل ولا يمكن اليوم يعني أحلى الأيام على المستمعين لأنهم سمعوا صوتك ومشاركتك معنا علا بهذه المناسبة حابين نعرف MBC في أسبوع هذا الأسبوع كيف حتكون مشاركتك فيها إن شاء الله بكرة حيكون عندي ظهور إن شاء الله في البرنامج من الرياض يعني هو عن موضوع بكرة بشوفه إن شاء الله لكن الموضوع المعلن اللي هو طبعا زيارتي اللي كان سبب زيارتي وتواجدي في الرياض اللي هي طبعا الطفلة ريهام وأعتقد أنه الجميع بيعرف قصتها إحنا يعني عالجنا الموضوع من ناحية إنسانية قمنا بطرح تقرير عمل تقرير إعداد تقرير وزرتها أنا في المستشفى طبعا وما بجيب سيرتها بالدايع لأنه فعلا كلنا والله ضيعنا يعني سبحان الله هيك الأطفال كيف يعني بينسوا كل شيء بقبلة ولا بمزحة يعني كلامها كان مؤثر جدا وهي تطلب مني إن أنا يعني أقول للناس يدعوا لها وأتمنى من الكل طبعا إنه الله يشفيها يا رب من كل السامعين إن شاء الله إن شاء الله الكل يدعي لها فإن شاء الله يوم الجمعة حيكون في تقرير عن قضية ريهام يلي ظهور طبعا لأحد الشخصيات اللي كان وعدنا طبعا لحديت أمس أن يكون ظهوره شخص حصري معنا لكنه ظهر على الإخبارية وما بعرف إذا حي فعلا حيبقى معنا أو لا لأنه صار شوي اليوم الكلام مش واضح حول الاستضافة لكن بتمنى أكيد أن تكون أمور طيبة يعني عموما إحنا بالانتظار علا والحقيقة نورتينا اليوم باستديو MBC FM في الرياض وشاكرين لك حضورك طبعا كثير من التغريدات جاتنا اللي ترحب واللي حابة توصل سلام واللي حابة تقول تعليقها لحضورك وجودك هنا فأنا بنيابة عن الجميع بوصل لهم كل التحايا إخوان المستمعين كمان اللي بعتونا برسائلهم ثقة تامة نحن قاعدين نقرأها ولو أنه الوقت ما أسعفنا كثير فأشكر كل من كان معنا على التواصل بالاتصال وبالإرسال السهرة بولها معاكم أكيد نكملها وشارفت على نهايتها بالحلقة الفارسية طبعا ترى كان اسمها المربعانية لكن خلينا الفارسية عشانك الله يسعدك شكرا لكم على اليوم أنت حتختم الحلقة ومستمعينا أنا بشكركم على حسن المتابعة وأتمنى أني كنت ضيفة خفيفة على السعودية وعلى الرياض بشوفكم بجدة إن شاء الله وأنا كتير مبسوطة أني بينكم وشكرا كتير لأني بين أهلي فعلا شكرا أكيد طبعا شكرا لك علا وشكرا لكم مستمعينا في أمان الله في أمان الله